نباتات مهددة بالانقراض. الحلقة 9. العنوان: شجرة القيقبية المهددة بالانقراض وجهود الحفاظ عليها. مقدمة: تعتبر شجرة القيقبية الفيوزا من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك إلى التهديدات البيئية والعوامل البشرية التي تؤثر سلباً على بقاء هذه الشجرة الفريدة. وفي هذا المقال سنتعرف على أهمية شجرة القيقبية وتعريفها والتحديات التي تواجهها والجهود المبذولة لحمايتها والحفاظ عليها. تعريف شجرة القيقبية: شجرة القيقبية الفيوزا هي شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى الفصيلة القرنية، وتتميز بأوراقها الكبيرة والواسعة ذات اللون الأخضر الداكن وأزهارها الصفراء التي تتفتح في فصل الربيع. يتمتع جذعها بالقدرة على تخزين المياه، ممن يمكنها من النمو والبقاء على قيد الحياة في المناطق الجافة. التحديات التي تواجهها: أحد التحديات الرئيسية التي تواجه شجرة القيقبية هو تغير المناخ. تتطلب هذه الشجرة مناخاً جافاً ومعتدلاً لتزدهر، ويرتبط انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بتدهور البيئة المناسبة لشجرة القيقبية، بالإضافة إلى ذلك فإن الشجرة مهددة بالأنشطة البشرية مثل التعدي على الأراضي والتوسع الزراعي والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية. جهود الحفظ: وتبذل جهود متواصلة لحماية شجرة القيقبية والحفاظ عليها، وتشمل هذه الجهود ما يلي: 1. إنشاء مناطق محمية: يتم إنشاء حدود خاصة لحماية المواقع الطبيعية التي تهوي تواجد شجرة القيقبية، ويتم تنفيذ تدابير صارمة للتحكم في الوصول إلى هذه المناطق وحمايتها من الأنشطة البشرية غير المستدامة. 2. برامج الإكثار وزراعة الشتلات: يتم تنفيذ برامج تشجيع تكاثر شجرة القيقبية وزراعتها من خلال زراعة الشتلات في بيئة مستدامة توفر ظروف النمو المناسبة. 3. الأبحاث والدراسات: يتم استكشاف ودراسة شجرة القيقبية لفهم متطلباتها البيئية وتحديد أفضل السبل لاستدامة نموها ووجودها. 4. تساهم الأبحاث في توجيه الجهود التحفيزية لحماية هذه الشجرة، خاتمة:
تعتبر شجرة القيقبية الفيوسة من الأنواع النباتية المهددة بالانقراض بسبب التهديدات البيئية والعوامل البشرية التي تؤثر على بقائها. ولكن من خلال الجهود المتواصلة لحمايتها والحفاظ عليها، يمكننا المساهمة في استدامة هذه الشجرة الفريدة والحفاظ على تراثنا البيئي. يجب على الحكومات والمنظمات البيئية والجمهور العمل معا لضمان بقاء شجرة القيقبية والحفاظ على وجودها في العالم الطبيعي. شكرا لكم جميعا للمتابعة، وشكرا لكل من اشترك في القناة. إذا كانت لديكم أسئلة فلا تترددوا لطرحها، وللمزيد من التفاصيل عن هذه الحلقة أو حلقة من حلقاتنا فبإمكانكم زيارة موقعنا الموجود في صندوق الوصف. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.